بعدما حصرتها الحاجة والظروف الصعبة من كل جانب، وجدت أم يحيى من ميناء في صناعة الحلويات التقليدية المجال الأنسب لتفجير قدراتها والتخفيف على زوجها بسبب محدودية أجرته الشهرية. الزوج تاعي ما وفقش وحده، حبيت نعاونه، ولادي مراد والحمد لله وندعي ربي وفقني. داخل هذا المحل الكائن بحي صناوة الشعبي، تحضر أم يحيى العديد من الحلويات التقليدية والأطباق الشعبية لتقوم بعرضها وتسويقها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. عبارة على مأكولات تقليدية، حلويات تقليدية، براج، سفنج، غرايف، خبز الدار، كل ما هو تقليدي. عندي صفحة عبر الفيسبوك، نحكم لي كوموند عبر الهاتف والفيسبوك ويجي زبوني الطلبيات. خصصت أم يحيى فضاء بمحلها البسيط لاستقبال زبائنها وعرض خدماتها وكذا تناول مختلف الأطباق التقليدية، مبادرة لاقت استحسان الزبائن. زبائن تاع أم يحيى في العادة دايما نجي عندها، هي يعني الاختصاص تاعها المأكولات التقليدية، تخدم البراج، الغرايف كما نقولوا. نجي الكوموندير حقو يعني ما شاء الله، يعني لا كوموند تاعها دائما في الوقت. الحمد لله من ناحيه النظافه ما شاء الله، الخدمه حرفه، ونتمنى لها ان شاء الله التوفيق. لي كوموند في الوقت بنا، النقاوه من جهه النظافه يعني ما شاء الله. ام يحيى هي مثال للمرأة المكافحه التي لم تستسلم لظروفها الاجتماعية الصعبة لتفضل مقاسمة زوجها أعباء الحياة وتوفير لقمة العيش.